النشاط اللي كنشوفه اليوم هو مختص بالأشخاص أو الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة. فهذه كتجربة ماشي تجربة أولية، لأن قمنا بالأولية في يناير 2022 وكنحاولوا باش تكون واحد استمرارية في النشاط الرياضي. تبارك الله، لأن هذا النوع من الرياضة كيعود عليهم وكينعكس عليهم لا ذهنيا ولا جسديا بواحد الدعم باش يتجاوزوا الإعاقة اللي عندهم. فالإكراهات اللي كنلقاو لأن ذوي احتياجات خاصة يحتاجون إلى بنية تحتية خاصة اللي خاصة للأسف ما كايناش في النادي، بغض النظر عن المراحيض كاينة كتواجد بالنادي، ولكن كاين مراكب مختصة وخاصة بهم أو مكيفة لهم، هذه ما كتواجدش بالبلاد للأسف ولسوء الحظ. فتخصنا استيراد ديال هذا النوع من المراكب باش يمكن لنا نمارسوا هذا النشاط بكل جدية وندعموهم اللي كان طالبه هي لكل من يستطيع، إذا كان هذا الدعم المعنوي أو المادي للنادي باش يمكن لنا نزيدوا الأمام مع هذا النوع من الجمعيات. بهذه المناسبة ديال السنة الثانية اللي أسسنا فيها الأونديفوال، نظمنا هذا النشاط بشراكة مع واحد المجموعة ديال الجمعيات، كنحاولوا أننا نشجعوا بعض الرياضات اللي كتساعد في الإدماج ديال الأشخاص في وضعيات إعاقة. كتعرفوا أن الأبطال في وضعيات إعاقة الحمد لله في السنوات الأخيرة قدروا أنهم يحققوا نتائج كبيرة اللي ما حققوهاش الرياضيين الغير حاملين الإعاقة، وهذا بالطبع بفضل المجهودات ديالهم والمجهودات المبذولة معهم. كاين مجموعة ديال الرياضات اللي قدينا نحققوا فيها أرقام قياسية، ميداليات، ألقاب. بقينا عندنا بعض الرياضات اللي ما كانتش متاحة للأشخاص في وضعية إعاقة، فتأسس هاد الفرع ديال أونديفوال، ومن هنايا بدا هاد النشاط. كاين الوليدات اللي عندهم إعاقة شوية إلى حد ما خفيفة كيقدروا يستعملوا الماتيريال العادي، كاين وليدات اللي حنا في حاجة إلى ماتيريال ديال أشخاص في وضعية إعاقة باش يقدروا يمارسوا هذه الرياضة. النتائج اللي ولاو كيحققوا الأشخاص في وضعية إعاقة ولاو كيخليوهم فيزيبل، يعني ولينا كنشوفهم في المجتمع، ولينا بدات ديك النظرة كتتغير تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة. وتشجيع ديال هاد الأنشطة بحال هكا أو هاد الرياضات هي اللي ممكن أنها تساعد في الإدماج ديالهم، لأن الإعاقة دائما كنقولوا أن الإعاقة في المحيط، ما كايناش الإعاقة في الشخص. مني كتكون الظروف مناسبة كتلغى الإعاقة وكنقدروا أننا نحققوا نتائج ويتدمج الشخص عادي بحاله بحال المواطنين العاديين أو الرياضيين العاديين. جينا مع الناس ديال النادي الرياضي ليخت المغرب باش نتعرفوا هذه الرياضه ديال الزواريق الشراعيه، وناخذوا واحد الفكره عليها باش نلقنوها حتى حنا الاجيال المقبله ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، وكتساهم في ادماج هذه الفئه بواحد الشكل كبير، لانهم كتخرجهم انه يتعرفوا على واحد الرياضه اللي ما كيعرفوا عليها والو، كتخرجهم انهم كيخرجوا للوجود، ما كيبقاوش مغلوق عليهم في بيوت ديالهم. لهذا بالنسبه لاي رياضه ولا اي مجال كيقدر يخرج فيه الشخص اللي في وضعيه اعاقه باش يرفع على النفس ديالو، كيكون عنده واحد الانجاز كبير بالنسبه للشخص اللي في وضعيه اعاقه. اليوم جينا نتعرفوا على هذا النادي ديال اليخت، نتعرفوا على هذه الرياضه. كتنسي الاعاقه ديالك، كتحسي براسك خاويه وكتقوي راسك براسك، يعني كنكون مرتاحه في هذه الرياضه هذه. كننصح الناس يمارسوا هذه الرياضه، انا شخصيا عجبتني.
ويا ريت تكون دخلت للرياضه بكري بكري من صغري، ما دخلتش حتى مؤخرا، ولكن الحمد لله لقيت راحتي فيها مزيان الحمد لله.